مرحبا، أنا دكتورة علا الحفار، أخصائية مداواة لبنية. أول شي حابة أتشكر كتير دكتور أحمد مدراتي وجروب أكسلنس إن إندودونتكس على هاي الإنفيتيشن الحلوة لنشارك بهذا الأونلاين كونفرنس، اللي يمكن لولا ظروف كورونا وهالبانداميك وورلد بانداميك ما كان صحت لنا هاي الفرصة. أنا بحس إنه الشيء اللي عم نمرق فيه رغم صعوبته وقساوته وكل شيء، بس وحد العالم بطريقة ما، مثل هذا الشيء اللي هلا عم يصير. فإن شاء الله يا رب هيك بعد ما تمرق هالأيام الصعبة نقدر نطلع على هالأيام ونقول الحمد لله، يعني كانت تجربة تعلمنا منها كتير شغلات وقدرنا نطور من حالنا فيها بكتير شغلات. فمتمنى الصحة يا رب للجميع، وإن شاء الله الله يبعد هيك الشر والأذى عن الجميع. وطبعا بحب اتشكر كتير الاطباء والطلاب اللي عطوني من وقتهم ليشوفوا هاي المحاضرة ويشاركوني بهالوقت الجاي. اول شي رح بلش معكم بعنوان محاضرتي لليوم، Reciprocating Motion, A New Era of Cleaning and Shaping. يمكن في ناس بتعرف شو هو الـ reciprocation ويمكن في ناس ما بتعرف شو هو الـ reciprocation، فأنا اليوم رح أحكي شوي بطريقة عن الـ reciprocation كـ concept، بعدين رح ننتقل للجانب السريري وللجانب العملي وللجانب اللي حيكون كتير ممتع إن شاء الله. هاي مقولة بحبها كتير لستيف جوبز، كلنا بنعرف قديش ستيف جوبز هو حدا شخصية قوية. بيقول انه simplicity is ultimate sophistication، البساطة هي التطور المطلق. كل شيء بالحياة عم يتطور عم يروح للبساطة، وبمحاضرتنا اليوم رح تشوفوا شو قصدي بكلمة بساطة وشو قصدي بكلمة انه عم نختصر على حالنا كتير شغلات ان شاء الله بعد ما نفهم هذا الكونسبت. هلا هاد سيناريو صغير بين سن ورفيقه. جاي السن عم يقوله لرفيقه، Hey buddy, I'm really afraid of getting treated. خايف يتعالج، ما حق هو شي بخوف يعني. شو بيقوله رفيقه؟ Calm down bro, it's reciprocation. روق أخي، it's reciprocation. هاي شغلة صغيرة، يمكن هي هيك يعني مثل نكتة صغيرة، بس لحتى نقدر نشوف قديش الـ reciprocation رح تريح السن ورح تريحنا نحن كدكاترة. هاي نظرة صغيرة بس هيك شوي suspense لبعدين، انه شو حنشوف حالات خطيرة، MB2 curvatures، ضواحك بكذا قناة، يعني شيء كتير حلو كله مشغول بالـ reciprocation. كديفينيشن اجباري بدنا نحكي شوية شي نظري، بس بوعدكم هذا الشي النظري رح يكون لفكرة ضرورية جدا احكي عنه، ولا الفائدة تكون ككونسبت نحن نفهم عن شو عم نحكي وليش عم نشتغل هيك. بيهمني كتير نعرف نحن ليش عم نشتغل هيك، ما نكون بس عم نلحق العالم. So definition، it's defined as any repetitive back and forth motion. So هي انه اي حركة تكرارية او بسموها reciprocation، هي تبادلية. Back and forth, okay, that has been clinically utilized. يعني نحن عم نستخدمها سريريا. شوفوا الصور اللي تحت بتدلنا على الحركات التبادلية اللي عم تستخدم بالمبرد. الهيستوري، رح نبلش شوي نحكي عن الهيستوري لهذا الشيء. بداية كلنا لازم نعرف انه في شيء عندي اسمه rotation، اللي هو continuous rotation، حركة مبرد دورانية، و reciprocation اللي هي حركة المبرد التبادلية. لنرجع لورا اكتر، وقت بلشوا تحضير واستخدموا K-files شلون كانوا يستخدمون؟ كانوا يستخدمون هيك. طب في مرة فكرنا ليش ما استخدمون هيك؟ يعني فتل 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 فتل. كانوا خايفين من شيء اسمه torsional stress، اللي هي مو torsional stress، سوري، يعني شو بيسموه، العزم تبع، يعني مثل تأثير، راحت عن بالي الكلمة، مثل تأثير المسمار وقت نفوته بالخشب.
وفتل فتل فتل فتل. هذا الشيء بيعمل مشاكل فظيعة، صح ولا لا؟ إذا أنا تخيلوا عم فوت الفايل بقلب القناة بهالطريقة، قديش شيء ممكن يعمل كسور وصدوع وكل شيء بالفايل وبالقناة. لهيك نحن بنستخدمهم بالwatch winding لهالمبارد، اللي هي الحركة ربع فتلة بربع فتلة، صح؟ ربع فتلة يمين يسار، 30x30، 60x60، whatever. بعدين حاولوا قبل ما يطلع الروتري يستخدموا هاي المبارد يحطوها على هاند بيسز، موتورايز هاند بيسز يعني، ويستخدموها بنفس الحركة اللي كنت عم بحكي عليها بس موتورايز. سو كانت 90x90 بشيء اسمه جايروماتيك هاند بيس من مايكروميجا، وتطورت صاروا يقللوا الزوايا لحد ما وصلت للام 4 سيفتي هاند بيس، اللي هي كانت الزاويه تبعها 30x30. هاي لهلا موجوده ولهلا في دكاتره بيستخدموها. الفكره هون انه هون عم يستخدموا هن ايكوال روتيشن، اوكي؟ يعني البرد عم يكون ايكوال روتيشن، هي حركه نواس الساعه او ال نواس الساعة بالعربي watch winding، اوكي؟ بعدين اجا جيمس رون عام 1985، فكر انه طب انا عندي curvatures وعندي انحناءات وانا ما عندي غير هلا stainless steel وهنا نستف وقاسين، طب انا كيف بدي فوت كي فايل بقناة منحنية بهالحركة اللي عم بشتغلها كنت من قبل؟ ما كنت عم بقدر. فطلع بفكرة البالانسد فورس تكنيك، اللي هي حركة القوى الموازنة، اللي هي ربع فتلة بثلاث ارباع فتلة بربع فتلة واخراج. هاي الحركة كانت كمان حتى عم تساعد على خروج الدبرس لبرا، يعني البراد العاجية، فكانت مثل نقطة تحول. وهي حالة من الحالات تشتغلها بكيرفتشر بهاند فويل كي فويل بهي الحركة. طيب بعدين إجا دكتور غسان ياهد، اللي رح برأيي كل شيء هلأ حأحكي له بعدين كان بفضل جرأته وتفكيره اللي هيك الـ outside of the box. فكل الاحترام لدكتور غسان ياهد اللي عام 2008 حاول يستغل أو مو يستغل يستخدم الفكرة اللي رون استعمله، بس شو؟ بالروتري فايلز. يعني بوقتها كان في بروتايبر العادي، اخذ الفايل F2 بروتايبر التب 25 وحاول يدخل فيه بالقناة من اولها لاخره بحركة ريسيبروكيشن. البروتايبر هو روتيشن، هو فات بالمبرد من اول القناة لاخره بحركة ريسيبروكيشن. وقتها في مثل الشركة عندهم موتورز ATR عطوا موتور بيعمل حركة ريسيبروكيشن، وقعد يجرب بالزوايا، يجرب 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 بهالزوايا بهالمبرد لحد ما اعتمد هاي الموتور، لحد ما اعتمد على الزاوية اللي هي 144x72، تمام؟ 144 مع عقارب الساعة ب72 عكس عقارب الساعة مشان يحرره. يعني هون كان عم يزود الزوايا، يعني هو هون زادت الزوايا عن قبل وقت كان عم يستخدمه دكتور رون. والار بي ام 400 بعد من حالات اللي اشتغله دكتور غسان بالاف 2 بحركه ريسيبروكيشن كلوك وايز. حطوا ببالكم نحن هلا بالريسيبروكيشن عم نستخدمه كلوك وايز، يعني الريسيبروك عم يدور، الاف 2 عم يدور مع عقارب الساعة، هي حركة البرد تبعه عم تكون للعاج، بعدين تحرير تبعه عكس عقارب الساعة و unequal rotation. هلأ رجلاء انفتحت لأنه من هون منبلش بقى بيجد. بعد يعني فينا نقول 4 سنين دكتور غسان يارد بده يطور هالفكرة. كان في بعض المآخذ على موضوع الـ F2 استخدامه reciprocation. أول شيء الـ F2 هو يعني stiff، يعني فيه stiffness قاسي، فكان ما عم يقطع منيح بهي الحركة، وكان عم يكسر،
وكان ما في عنده مرونة، وبالتالي في صعوبة يعني ما عم ياخد شكل اللي بده اياه. فوقته بده يعمل شيء جديد، فبده يعمل شيء انه يكون ملائم للحركة اللي هو عم يشتغل عليها. طلع بالموارد اللي موجودة بالسوق اللي معرفة كلياتنا، اللي reciprocation هي reciproke والwave one. والفكرة الضرورية اللي لازم تحطوها ببالكم انه حتضل معنا هلأ لآخر المحاضرة، انه هو قلب الشفرات، صارت زاوية القطع عكس عقارب الساعة، مو مثل الروتيشن، اوكي؟ وبالتالي صار عم اول شيء زود الزاوية عن قبل، صارت الزاوية 150 والتحرير 30، وصارت زاوية القطع counter clockwise عكس عقارب الساعة، مثل مو مرسوم تماما. so counter clockwise يعني counter clockwise قطع، clockwise تحرير، تحريره يعني هيك هيك، اوكي؟ معناته لحتى يعمل المبرد سايكل كاملة، إذا هو عم يدور 150-30 بده 3 سايكلز ليعمل 360 اللي هي دورة كاملة. هذا فيديو صغير، ما بعرف إذا الصوت حيكون مسموع، دقيقة سوري. شايفين الحركة؟ هذا الصوت إذا مسموع فهو الـ heartbeat of Indo، أنا هيك بسميه، حركة reciprocation is the heartbeat of Indo. شفتوا الحركة كيف؟ اللي هلأ يعني نحن بنستخدمه وقت نعمل نستخدم مبارد الـ reciprocation. لمح يعني تذكرة سريعة، دكتور رون حركة الـ balance force على الـ K-files، هاي حالاته اللي اشتغلها. دكتور غسان يارد بداية 2008 F2، هي الحالات اللي اشتغلها. وما ننسى انه هو كان البيربس انه هو عم يفوت على القناة كله بمبرد واحد بس فقط لا غير، ما عم يستخدم ولا شيء قبله. 2012 المبرد الجديد اللي طلع بقى الويف 1 والريسيبروك اللي قلب الشفرات تبعهم، وطبعا غير، صاروا ام واير، غير من الخليطة، هاي بعض الحالات اشتغلها فيهم. تركيز على كلمة قلب الشفرة، هلأ بعد شوي رح تعرفوا ليش. So pro taper بداية هيك الشفرات، reciproke هيك الشفرات، wave 1 هيك الشفرات، بعدين طور أكتر وغير الخليطة. So reciproke blue غير الخليطة تبعه، صارت blue wire يعني blue، طبعا نعرف انه قديم كتير مرينة أكتر، وما غير من يعني reciproc blue عن reciproc، ما غير لا المقطع ولا التايبر. هلا حتعرفوا اكثر تفاصيل عن هالحكي. والويف اون جولد وقتها غير المقطع وغير التايبر وصارت جولد واير، جولد تريتد، وصار في عندنا هاند بيسز، لانه بتعرفوا قبل ما كان في، يعني عم اقول لكم الاي تي ار استعار منهم، ما بعرف اذا استعار بس انه اخذ منهم الجهاز واشتغل فيه بالتجربه تبعه، بعدين صار بدنا هاند بيسز لتقدر تعمل هي الحركه، كونه مثل ما اتفقنا نحن جهه القطع مخالفه لجهه قطع الروتيشن. فطلعت بعض الاجهزه اللي فيها الحركات reciproc all wave 1 هي القصص وبزوايا مختلفه. والاجدد شيء، اجدد reciprocation instruments هن reciproc blue VDW wave 1 gold then spicy rona r motion FKG، واللي هو اجدد واحد، وهو 2020 يعني هو اجدد اصدار، واللي لسه ما عليه أبحاث ولا عليه أي شيء، فما كتير حنحكي عليه بهي المحاضرة. حتغمق لكم شوي بمبرد الريسيبروك بلو. تعمداً قررت أحكي على شوي عن التايبر. أول شيء ريسيبروك بلو هو بلو هيت تريتد S-shaped cross section مثل الصورة اللي تحت، non-cutting tip. مكون من 3 موارد. الفكرة تبع ريسيبروك بلو إنه هو one file single file لا غير، فقط single file من أول القناة لآخرتها. وهلأ رح تشوفوا أشياء يعني كتير حلوة متعلقة بهي الفكرة. طيب
الار 25 ار 40 ار 50 هذا التب تبعهم. تمام. هلا مشان انا ما كثير ضيعكم، الار 25 هو البرايمري فايل، فهو حيفيدنا باغلب الحالات وحنستخدمه باغلب الحالات. تايبر، التايبر اللي كل العالم بيقولوا شلون عم تستخدمي ريسيبروك بلو بهي الحاله، قناه ام بي 2 او قناه مثلا ام ام، قديش تايت، قديش ضيقه، وقديش انت جريئه انك عم تفوتي بمبرد تيبرو 8%. بس سؤال، مين قال تيبرو 8%؟ تيبرو معناه 8%، تيبرو من عندي 1 لعندي 3 مثل ما شايفين بالصوره 8% الار 25، ولكن من دي 3 لدي 16 هو regressive يعني متغير، فهو بمنطقة معينة هو 3% وهو 4%، فنحن عنا بس التب تبعه هو اللي التايبر تبعه كبير، بس من فوق regressive. so آمن ما تاكلهم أبدا ماله 8%. والأسود 6% والخمسة التب فقط لا غير، يعني مو التب، أول دي من دي 1 لدي 3 6% و5%. نفس الشيء، اوكي هذا اشاره عليه انه هو البرايمري فايل used to prepare most of the channels. نفس الشيء الويف اون جولد كمان في برايمري فايل، بس هو مكون من اربع مبارد: جولد ثيرمال تريتد، باراليلوغرام كروس سكشن متوازي اضلاع المقطع تبعه، ونون كاتينج تيب. نفس الفكره تمام، البرايمري فايل 7% تيبر تبعه، بس كمان مو كله، أول ثلاثة من D1 ل D3، بعدين كمان regressive مثل الصورة اللي تحت مبين معنا. كمان primary file تبعه هو 25.7% هداك 8%. أوكي very good. طيب هاد هو السلايد اللي عم تستنى. respect the blade please. شوفوا كتير حلو انه نحن نسمع شيء ويقولوا لنا والله انه حركه الريسبروكيشن تحمي المبرد. قام انا افكر من الدكتور غسان يارد وجيب مبرد وات ايفر شو مكان يكون، تو شيب اي مبرد روتري، حطه على الهاند بيس ويلا ريسبروك اول وانزل بهالقناه. تعرفوا قديش بتكونوا يعني سوري بس انه قديش بيكون هذا الشيء انا تخبيص يعني، لانه ليش؟ لانه مو فهمانين لا الكونسبت ممكن، لا قولي الكونسبت ممكن بس مو فهمانين ال يعني ال بنية الشيء اللي عم اشتغل فيه. يعني هاي الصورة كتير واضحة الفكرة، عنا باليسار wave one gold. اوكي so عنا باليسار wave one gold، حركة القطع تبعه counter clockwise مثل ما اتفقنا، عكس عقارب الساعة لأنه شفراته بهذا الاتجاه، وحركة التحرير مع عقارب الساعة، وبالتالي أنا وقت عم حط على الهاند بيس تبعي الشيء المعير للويف 1 أو للريسيبروك فهو عم يقطع عكس عقارب الساعة، هو عم يتحرك عكس عقارب الساعة. تمام؟ الزاوية الأكبر تمام. أما البروتيبر F2 وقت استخدمه دكتور غسان كان عم يستخدمه مو بهدول reciprocal أو الويف وان جود، عم يستخدمه على جهاز الـ ATR، هو معيره انه بده يقطع مع عقارب الساعة. يعني بالمختصر المفيد، المبرد الروتري ما فيني امسكه وحطه على الهاند بيس وحط reciprocal أو واشتغل، لانه هو ما بيقطع الا مع عقارب الساعة. اذا حبيت استخدمه بحركة reciprocation مو غلط، بالعكس أحياناً بكون في حالات معقدة أو في معكة مع القناة فكتير بستفاد من هالشي. بس أنا بالعيادة عندي الأيتيث، يعني مو أنا ما عم بحكي إنه لأنه بس الأيتيث، بس أنا عندي بالأيتيث مثلاً في عنا فينا نغير الزوايا، فبتلاقوا إنه المحطوط إنه سهم مثل هدول الأسهم اللي محطوطين على الصور هدول اللي على إنه counter clockwise clockwise وحاطين الزوايا، في مود بيكون في زاوية القطع مع عقارب الساعة وزاوية التحرير عكس عقارب الساعة ملائمة ليستخدم فايل روتري ريسبروكيشن. تمام؟ يعني الفايل الروتري إذا بدي استخدمه ريسبروكيشن بده يكون
حركة reciprocation قطع مع عقارب الساعة أكبر من عكس عقارب الساعة. تمام؟ هاي الفكرة اللي والwave on gold أو الreciproc فهو إذا بيستخدمه rotation فهو ما حيقطع غير عكس عقارب الساعة لأنه هو هيك مسموه، فحيكون اتجاه تبعي كله ده يكون عكس عقارب الساعة. أنا الحكي هاي الفكرة كلياتها بس لنعرف إنه نحن هو دكتور غسان وقت بلش بهي الفكرة كانت الشفرات عم تنقلب، ف ما فينا نستخدم أي مبرد روتري كيف ما بدنا. هلأ السن وقت قاله للسن رفيقه don't be afraid. Okay. So why are reciprocation instruments safer? ليش هنا نأمن برأيكم؟ لأنه وقت نستخدم مبرد روتري أوكي وعم يفتل بالقناة عم يفتل 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 إذا if it binds أوكي so إذا اشتبك بالقناة واشتبك اشتبك اشتبك وضل عم يدور هون شو صار التب تبعه صار عليها stresses فشو صار بتضطق لأنه هو جاوز حد المرونة تبع المبرد ولساعته عم يدور. تمام؟ أما reciprocation احترموا فكرة اسمها الـ angle of rotation لأنه كل مبرد في elastic limit يعني حد مرونة معين إذا دار فوقه يعني إذا كان زاوية الدوران أعلى منه هو على الآن باعتبار هو هيك على الآن تتبعه فرح يطق. فهنا شو عملوا بالـ reciprocation motion عرفوا شو هي الـ elastic limit تبع المبارد اللي عم يستخدموها وعيروا الـ يعني عيروه على الجهاز فصاروا يعرفوا ان نحن لحد هاي الزاوية منكون بأمان ما منكون تجاوزنا الالاستيك ليميت تبع المبرد وبالتالي مستحيل يطق. تمام؟ فشو بيصير بتكون الانجل اوف روتيشن اللي هي انجل اوف روتيشن اقل من الانجل اوف انه يطق فيها المبرد الانجل اوف ذا الالاستيك ليميت. اوكي سو هيك منكون نحن بأمان. دراسة قالت أنه the fracture rate of rotary instruments vary between 0.7% to 20%. Rotary instruments نسبة انكسارهم هي من 0.7% ل 20%. ودراسة تانية قالت أنه fracture rate of reciproc system varies between 0 to 0.2%. يعني نسبة انكسار أحسن روتري فايل اللي هو 0.7% يعني خلينا نعتبر إنه هو يعني أقل واحد انكسر. أوكي يعني أحسن سيناريو إنه 0.7% فهي أكثر بثلاث مرات من نسبة انكسار الريسيبروك فايل. أوكي فاصل بسيط وجميل ورائع وحزرشو هذا سسبنس لبعدين يعني سسبنس هلا لبعدين ويندو يعني حالي لدكتور مارينو ستوجيتو قبل ما بلش he's searching for MB2 وشوفوا بعد ما يلاقيه شو بيعمل. هون حيحاول انه يلقطه كيف فايل ما حيقدر حيستخدم reciproc loop بدون ما يعمل اي prior instrumentation ابدا من فوق لتحت. هاي ويندو لبعدين ورح نحكي على هاي التفاصيل كلها لأنه بعرف إنه يمكن في ناس كتير دارت في بالها أسئلة. النزاع القائم الدائم ما بين rotation و reciprocation. جماعة reciprocation بيحكوا شيء وجماعة rotation بيحكوا شيء. رح كون أنا النقطة العادلة والحاكمة بإني أنا رح أحكي شوية دراسات. شوفوا هلأ الفقرة اللي هلأ جاي يمكن تكون شوي نظرية بمعنى انه
دراسات وهيك، بس في نقاط معينة ضروري أحكي عليهم، لأنه ما بعرف ليش مظلوم فيها reciprocation. Rotary vs reciprocation. So هنحكي على بعض النقاط. أول واحدة resistance to cyclic fatigue، مقاومة cyclic fatigue، بمعنى آخر مقاومة الانكسار. قبل ما نبلش، عدد دراسات هائل انعمل على هالموضوع، وفي فوقهم وفوقهم، هدول دراسات جديدة بينت انه greater resistance to cyclic fatigue than continuous rotation، يعني reciprocation مقاوم اكثر للcyclic fatigue، ل يعني مقاوم اكثر للانكسار من الروتيشن. هي نتيجة، يعني هي مثل result طلعت معنا اخر شيء، ما في مجال للنقاش. اوكي، سو هي اول positive thing. ثاني شيء centering ability shaping ability، يعني قدرة على التشكيل او الحفاظ على مركزية القلم. كمان قبل ما نحكي على هون شو رح اقول، كمية الدراسات اللي انعملت على هالموضوع تفوق الوصف. قارنوا مبارد reciprocation بمبارد rotation، قارنوا مبارد rotation بحركة reciprocation، وكان الموضوع كثير 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 جدال فيه. هي systematic review، مثل ما بتعرفوا systematic review بيجمعوا فيها كذا دراسة، وعدد دراسات كبير كان بهي الريفيو، وحكوا فيها عن تقريبا ما بتذكر كم دراسة، يمكن دارسين 20 أو 19 دراسة بتحكي عن هالموضوع بالذات، مقارين فيهم مبارد reciprocation وrotation. طلع معهم إنه نسبة الدراسات يلي أثبتت إنه reciprocation أفضل بهالناحية أكبر من نسبة الدراسات يلي أثبتت إنه rotation، ولكن يوجد دراسات أثبتت إنه rotation أفضل. لهيك أنا شو هون حاطة، instruments with reciprocating motion seemed to have less canal transportation tendency than instruments with continuous rotating motion. Okay, but still comparable. So please. لازم نعمل أكثر دراسات عن هالموضوع. So مين أكثر مين يعني مين easier and مين more acceptable برأيكم؟ reciprocation كان easier لأنه it's very easy، يعني كتير سهل نعلمه، كتير سهل نتعلمه، كتير سهل نطبقه، كتير سهل الممارس الجديد يشتغله، طالب سريع. سريع كتير لأنه هلأ رح نشوف قديش سريع، و it's more acceptable لأنه للطلاب عم بحكي وللممارسين الجدد بالذات. أوكي، هاي دراسة ب 2019 صايرة أثبتت هالشي. الأبيكال إكستروجن، خروج البقايا العاجية أو بقايا التحضير من الذروة. هذا الموضوع بصراحة أكثر موضوع بيحكوا فيه ضد الريسيبروكيشن. أوكي، أنا كتير قريت دراسات وكتير كان في حكي مع وضد ومع وضد، لحد ما قريت شيء قنعني كتير، اللي هو أنه في هاي الدراسة وهاي الدراسة مقارنين ويف وان جولد بكذا حركة ريسيبروكيشن، يعني بكذا زاوية، وكمان استخدموا بحركة روتيشن، وبهن يعني بمقارنتهم لهالحركات مع بعض من ناحية الأبيكال إكستروجن، طلع معهم إنه الريسيبروك بزاويتين، إحدى زاويتين ما بتذكر شو كانوا، كان الأبيكال إكستروجن تبعه أقل من ال واستخدموا نفسه للمبرد بحركة روتيشن، ونفس الشيء عملوه بريسيبروك بالدراسة اليساري. فالفكرة هون انه انتو عم تستخدموا نفس الفايل بنفس الظروف بنفس المتغيرات، لانه هو الفايل نفسه، وطلعت هاي النتيجة، بظن انه هاد الشيء بيدل على دقة. كمان في هاي الميتا اناليسس لسه هلأ ما طلعوا بجواب عليها. سو هلأ عم تصير هاي دراسة ب 2020 كتير جديدة، ولنشوف شو بيطلع معهم. بس في كذا دراسة، وحتى اللي السيستماتيك ريفيو اللي قبل شوي عرضتها كانوا دارسين هاي النقطة، وكمان it's comparable. بس قلت لكم هاي الفكرة حسيت انه كتير كان
كانت دقيقة من هالناحية. Okay, so it seemed to have less or same debris extrusion. Okay, من ال rotation. المايكرو كراكس التصدعات المجهرية أو يمكن هيك اسمه. مبدئيا المايكرو كراكس قبل ما أحكي أي شيء. الطرق القديمة اللي درست المايكرو كراكس هي كانت عن طريق إنه هن يحضروا القناع يعملوا شطر للسن ويروحوا يدرسوا. تمام، هاي الطريقة أبدا ما أنا دقيقة أو أثبت هذا العلم، يعني أثبت العلم إلا جدارته بهذا الشيء، لأنه كثير بتتعرض لأشياء بتخليها يعني أغلاط، خلينا نقول فهي ما أنا دقيقة. ف يعني إذا نتائج معتمدة على هاي الطريقة فما كثير عم يعتمدوها، ولكن أي الطريقة اللي هي معتمدة 100% هي المايكرو سيتي. كلنا بنعرف قد المايكرو سيتي دراسات اللي عم تصير فيه هي توب. فهي دراسة ب 2019 وهي دراسة ب 2020، واثنيناتهم أثبتوا اللي ب 2019 هي الدراسة أثبتت إنه لا الروتري ولا الريسيبروكيشن كان عم يعمل مايكرو كراكس. الدراسة الثانية أثبتت إنه عملوا إعادة معالجة لسنان معالجين بايو سيراميك و اي اتش بلس، وكانت المايكرو كراكس قبل وبعد العلاج بالريسيبروك يمكن والريسيبروك بلو نفس النتيجة. هذا دليل إنه هو ما عمل أي مايكرو كراكس. So هذا الشيء كتير منيح. The glide path 95% هي أول دراسة وأهم دراسة. Of the canals can be shaped with only one R25 instrument without any prior instrumentation. بالتحديد موضوع glide path بختص فيه الريسيبروك والريسيبروك بلو يلي هنن أثبتوا جدارتهم بشكل هائل إنه قادرين يحضروا القناة من فوق لتحت بدون أي 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 prior instrumentation. وهي بعض الدراسات الثانية، وهلأ رح تعرفوا تفاصيل أكثر بكتير عن هالموضوع. أوكي، Canal preparations with a rotary system has challenges. What are they? تحضير الأقنية ب روتري له تحديات شو ما كان مبرد الروتري، مع احترامي الشديد لكل الموارد ولكل الأنظمة، لأنه ما في نظام نستخدمه صح إلا له إيجابياته وإله استطباباته وكل شيء. بس في شيء مشترك بيوحد الروتري فايلز بدون تحديد، إنه بدون ما أكون منحيزة لحدا منهم أو إنه إلا يعني إنه بدون ما أكون عم خصص حدا. في شيء بيوحدهم الروتري فايلز أو الروتري سيستمز في له تحديات. What are they؟ كل الروتري سيستمز بحاجة لشغلتين: الانيشيال كانال نيغوشيشن والجلايد باث. شو يعني؟ أول شغلة إنه كلياتهم بدون استثناء نحن مضطرين نعمل استكشاف للقناة، خلينا نقول بمبرد صغير 8 10 15 لحتى نعرف، يعني إجباري هذا الشيء، إجباري من شروط استخدامه. اوكي، الشغلة الثانية جلايد باث. شو يعني جلايد باث؟ جلايد باث هو خلق مساحة للمبرد القادم، وهذا الشيء نحن مضطرين نعمله حتى لو بمبرد 15 مانوال أو بجلايد باث روتري قبل ما نستخدم أي نظام روتري. ليه؟ لأنه ما بيفوق، يعني مبرد الروتري غير مثل ما له، مو من وقت، يعني وقت انصنع كان هذا شروطه. أوكي، before shaping the canal. هاي بعض مبارد الروتري. So the challenges لنحكي عنهم بالتفصيل، خلينا 3 على فكرة مو 2، لأن هون رح نحكي عليهم بالتفصيل أكثر. So first challenge اللي حكينا عليها هاي اللي هي بتنعمل بالهاند فايلز. طب why is it a challenge؟ ليش بعتبرها challenge؟ إذا نحن فتنا بمبرد 15 لكامل طول العمل، بتحسوا إنه المراحل اللي بعد صعبة، ولا بتحسوا إنه خلص it will go on، يعني خلص وصلنا على السهل؟ أنا
يعني متأكدة إنه حتكون جوابكم إنه نحن أصعب شيء هو لحد ما نوصل لمبرد 15، بعده كل شيء سهل. فهي المرحلة اسمها initial canon negotiation، هاي المرحلة هي التشالنج، هاي المرحلة اللي ممكن كتير ينكسر فيها أدوات، وهي المرحلة اللي كتير بتعك معنا كأخصائيين أو أطباء عامين. Second challenge look like path fracture rate between 3.3 إلى 12%. كمان هاي دراسة قالت إنه نسبة انكسار glide path بأنواعه هي بهذا الرينج. كانوا عم يدرسوا كذا glide path، سواء في يمكن ما بتذكر يمكن كان في مانوال، بس كذا glide path كانوا باقيين روتري وكان كلهم في نسبة انكسار فيهم. Third challenge هي shaping، كمان مثل ما حكينا الروتري في له نسبة انكسار عالية، لأنه نفس فكرة اللي حكينا عليها تبع البايندينج، تذكروا الفكرة إنه نحنا it rotates بعدين بتوصل لمرحلة it may bind، وبعد after it binds ممكن إنه تتجاوز الإلاستيك ليميت وبتطق. تمام؟ It's a surprise right now. هلا في فيديوين رح تشوفون رح تفهموا علي أكثر. رح بلش لكم بالفيديو اليميني لنشارك مع بعض إحدى الصعوبات اللي بتمرق معنا بالعيادة نحن وعم نلاقي قناة الـ MB2. شوفوا نحن هلأ شو عم نعمل؟ الكانل نيغوشيشن، أوكي؟ سو عم فوت مبرد كي فايل يمكن الماضي، وعم حاول بس فوت نقطة صغيرة، يفوت دكتور نقطة صغيرة، وفي صعوبة 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 كتير كتير. بالمقابل خليه عم يشتغل، بالمقابل شوفوا الفيديو هون، دكتور كان عم يستخدم ريسيبروك فايل، اوكي؟ شوفوا انه هو هون ما عمل اي prior instrumentation، ما عمل اي كان negotiation، فورا لقى القناة اعتبره بالالتراسونيك or whatever وفات فيها بحركات strokes بدون هذا العذاب كله. يمكن بتاخد معه I don't know يمكن 30 seconds، اوكي؟ لا اكيد اكثر بشوي، بس انه الفرق انه انتم متخيلين قديش مختصرين مراحل باصعب شيء بالحياه اللي هو الام بي 2، اصعب قناه نقدر نتطور، يعني نتطور بالعمل فيها انه بسلاسه. طب قد يخطر على حدا على بال حدا فيكم how can we use an instrument، كيف فيني استخدم instrument like reciprocal لهالدرجه انه paper تبعه محترم يعني قد ما كان ما له مثل العشرة والثمانية بـ MB2 وبـ MM وبأقنية جدا ضيقة. هون بقلكم إنه شو هو الـ importance of packing movements. So الـ packing movements هي الحركات النقر، فيني أقول بالعربي أكثر يعني. شو هي حركات الـ packing movements؟ يعني أنا بستخدم الـ reciprocal ورح يعطينا فعالية بتجنن ورح يعطي نتائج وسهولة بتجنن، بس طبعاً في له شروط. وعلى فكرة هاي الشروط مو بس الـ reciprocal، هاي لأي فايل بحياتنا هتستخدمه الروتري أو reciprocal أو أي شيء. هاي الحركة هاي الفقرة بتحافظ لكم على الفايل وبتحافظ لكم على جودة العمل. First of all very light pressure، حيكون الضغط كتير خفيف، أنا عم بشتغل بحركات الإدخال والإخراج. تاني شيء in and out movement، فرح يكون في عندي in and out movement in and out movement 3-5 ميلي، يعني هيك هيك ما بفوت وبطلع، بس 3-5 ميلي 3-5 ميلي. كم وحدة؟ 3 cycles، 1-2-3 بقيم check patency رح فوت مبرد بس لأتأكد إنه أوكي إنه أنا عم فوت صح، بطلع irrigate same thing بعيد وبعيد 3 cycles check patency irrigate إروى. تمام؟ وبضل عم بعمل هاي العملية لحد ما أوصل للفول working length، يعني لكامل طول العامل، بس بدون ما أعمل أي شيء قبل.
طيب كيف بدي أعرف شو هو الطول العامل إذا أنا ما عملت شيء قبل؟ So the procedure is always the same. جواب هلا رح يكون. بس شو يعني the procedure is always the same؟ يعني قناة منحنية، قناة ضيقة، إعادة معالجة، قناة عاملة هيك، قناة يلي بتكون. It's the same procedure. طالما حاستخدم هذا المبلغ اللي هو الريسيبروك أو الريسيبروك بلو، it's the same procedure. فيديو صغير حيشرح لنا قبل ما بلش لكم فيه، رح يشرح لنا على الحركة اللي هلأ كنا عم نحكي عليها. بس قبل ما بلش لكم فيه مشان توضح الفكرة أكتب ببالكم، نحن المراحل حتكون كالتالي. أول شيء رح يكون أنا هستخدم مبرد الريسيبروك الملائم، قلت لكم حسب القياسات بكون أنا شايفة شكل القناة بالصورة ومتوقع قديش تايت أو أوسع أو أوسع. Anyways بعدين رح هاخد estimated working length، رح شوف الصورة سواء كانت sensor أو whatever، رح أخد طول السن القناة المتوقع let's say 21. okay باخد مبرد الريسيبروك وفتت فيه، وبهالحركة اللي حكينا عليها packing movement لحد ما نوصل للتلتين القناة، يعني تقريبا ل 14 طول 14. بعدين رح شيله هون، بفوت مبرد كي فايل وباخد الطول العامل. بعدين بعد ما اخد الطول العامل بكفي بنفس الحركة لحد ما اوصل للكامل الطول العامل. اوكي فوت مبرد الريسيبروك 1 2 3 out. اوكي so now هلا رح I think هلا irrigation. اوكي اكيد شوي كمان 1 2 3 and out نفس الشيء. شوفوا يعني يعني عم يتقدم لهون تقريبا. اوكي هون هو عرفان شو طول العامل بلاستيك بلوك. طبعا بينظف المبرد، هي brushing movement قد كمان نحن نستخدمها بأي مرحلة من مراحل تطور بالقناة لحتى نعمل شوي توسيع أكثر هيك لحد ما نوصل لكامل الطول العامل. أوكي طبعا الشرطين clip shoot, packing, irrigation, patency with K file. There are some very limited cases، يعني في بعض الحالات limited اللي أنا بضطر إني أعمل guide path قبلهم. بس إمتى؟ after working length، يعني مو أول شيء، لا بعد ما جاوز تلتين القناة وفوت حدد الطول العامل قد أحتاج guide path. إمتى؟ وقت حس إنه هون عك معي reciprocal خلاص ما عتفقت. بعد ما حددت طول العامل بهاي القرنة سواء كيرف قوي أو أي شيء ما عتفقت، فأنا ما فيني أدفشه لأنه اتفقنا أنه light pressure. فلهيك هون بضطر إني أعمل light path في كل نظام reciprocal معه احتياط light path، فلحد ما يعني حضر هاي المنطقة بي light path قبل. هاي بعض الحالات لدكتور غسان يارد لتيو مندس اللي اشتغلوهم بالريسيبروك. شوفوا كيف المبرد الريسيبروك وصلان كله لآخر شيء. Retreatments also the same، نفس الشيء ما في فرق. أوكي كتير كتير فعالة. أول شيء بقيم البولك of gutta percha، بقيم أنا جزء من gutta percha اللي موجود بالفوهة بهيت كارير أو بألتراسونيك بقيمه. بعدين نفس الطريقة نفس الشيء ما بتغير شيء، هذا حلاوته teachable. خلص أنا بوحد المعايير reciprocal reciprocal do use instrument as described و solvents يعني المحلات استخدامهم أقل بكتير من العادة حيكون لأنه كمان في دراسات أثبتت أنه استخدام المحلات بإعادة المعالجة هو ما له شيء كتير منيح، فكمان هي شغلة إيجابية. أوكي شوفوا الفيديو. The bulk of gutta percha was removed with a heat carrier. Okay.
نفس الشيء 1 2 3 نفس الشيء لحد ما يوصل نفس الشيء باكينج موفمنتس لحد ما يوصل للذروة. اوكي شوفوا كيف وصل هون. فمتخيلين قد ايه بنختصر على حالنا بالريتريتمنتس حتى الثيرمافيل. It's not only gutta-percha. So, هاي حالة كمان retreatment. Okay. هلا قبل ما ارجع رح تشوفوا بعض الحالات الواقعية ومن أرض الواقع مشغولة ب respiration. حالة internal resorption. هي أنا شغلتها كانت حالة challenging. الشيء الحلو أنه ما كانت بحاجة quiet path لأنه مثل ما اتفقنا كان challenging موضوع quiet path بالذات بهي الحالات اللي مجرب يشتغلون بيعرف أنه to catch المنطقة الثانية من بعد الامتصاص الداخلي هو شيء صعب. So أبداً. بس بعدين working length كان determination مثل ما اتفقنا وكل شيء. وهي الحالة الشيء السر اللي كان فيه هو التفعيل الإلواء بالحرارة زائد الألتراسونيك. So كنت عم فوت system B وعم فعل إلواء جوا hypochloride وهي هاد كان السر لتنحشى هاي المنطقة. فما له علاقة نظام بهالموضوع ولا نظام بالدنيا بيقدر يحضر. إذا حدا سألكم إنه والله ما في أنظمة تقدر كذا نو no. يعني أوكي في بعض الأنظمة اللي ممكن تعمل هيك ضربة شوي هون بس تحضير الإرواء وبكل الحالات وبأي نظام الإرواء number one. Okay another case lower premolar with three canals. It was very 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 challenging. وهي الحالة بالذات I needed a glide path. ما كان أبدا عندي مجال أشتغل بدون glide path لأنه ما يعني آخر تلت ذروي ما كان كتير صاطم يعني ف I needed a glide path here. حالة كمان for a radix intermalaris and مثل ما شايفين هاي الحالة من فوق لتحت only reciproc blue. كمان حالة ضاحك سفلي هاي صورة under microscope للثلاث أقنية 1 2 3 كمان reciproc blue. حالة لدكتور رامي قدورة curvatures with كمان reciproc. وحالة لدكتور مارك كالوستيا MB1 MB2 MB3 يعني عندنا مشوار. فمتخيلين قد ايه بنختصر على حالنا نحن بهيك حالات. كمان حاله للدكتور رامي قدوره اعاده معالجه شوفوا كمان ريسيبروك. اوكي هذا فيديو اتس ا ديداكت فيديو لايك يعني دكتور جوستافو هو اللي عامله. الهدف من هذا الفيديو ليس لأغراض مثل إنه لنتأكد من مرونة المبرد إذا هو حيمرق أو لا. يعني هو الغرض منه الأساسي لتشوفوا قديش هو مقاوم للإنكسار لتشوفوا قديش هو عنده مقاومة خطيرة. قبل ما كفي حكي حخليكم تشوفوا فايت من بالفايل ريسيبروك بلو بالاتجاه المغاير من اتجاه الفوهة هي بلاستيك بلوك يعني من الزروة. وشوفوا كيف very tight يعني أكتر من هيك قناة ضيقة ما عاد في. شوفوا المبرد كيف عم يفوت هاي الفوتة والمقاومة تبعه اللي عن جد أنا اوكي. هذا المقطع اللي عم قلكم انه اتس نوت يعني هون هذا اول شيء نحن عم نشتغل على بلاستيك بلوك. اوكي سو بس شوفوا انه هو عم يحفر بالصخر يعني متخيلين
والكواو. شوفوا ما في مبرد بيقدر يعمل هيك. No way, مستحيل. ويضل هيك, يضل ثابت, يضل اوكي. اخر شغلة مهمة بدي احكي عنه, why reciprocation. مع احترامي الشديد لكل المبارد الثانية ومع اخلاصي الشديد للمبارد الثانية, لانه انا بشتغل بمبارد ثانية, انا ما بس بشتغل reciprocation صراحة. بس TF adaptive files اللي بيعرف شو هنن, هنن بيقولوا rotary when you want it, reciprocation when you need it. على مبدأ انه هو بيتحرك الفايل حركة rotation وبس يعك بيعمل reciprocation. طيب بما انكم انتو وقت عم يعك عم يعمل reciprocation, so why not make it all reciprocation. يعني why not, يعني انتو مثل انه اعتراف انه it's reciprocation, it's reciprocation اللي بتحمي المبرد. So why not, like انه خلص يعني هاي الشغلة هيك مسج صغيرة لقلنا لتقلنا انه قديش reciprocation is safe. شغلة تانية انه white path, يعني حاطينهم اصلا بالكت, so بحاجة انه white path. فبس انه انا عم وضح على هاي الفروقات فقط لا غير. okay. single file continuous rotation انا بستخدمهم حتى كنت اكثر يعني, بس هلا بلشت احس انه يعني اذا استخدمتهم صح فهن كثير امين. بس they need a glide path, they need حتما a glide path. اوكي وبلس انه الشغله اللي هون يعني ضروري تنحكى انه بغض النظر عن اي شيء, اوكي بس هنن روتري وان فايل وفكرة البايندينج. اوكي سو متخيلين روتيشن بايندينج او يعني بس هيك, بس هي الفكرة وفكرة انه they need a glide path. سو what's the take home message, you have to read and understand to choose right. يعني لازم تكونوا قارين منيح فهمانين منيح لتعرفوا امتى بستخدم روتري, امتى بستخدم ريسيبروكيشن, امتى بستخدم روتيشن, وامتى بستخدم هذا الفايل الروتيشن ريسيبروكيشن وكيف بستخدمه. ريسبكت ذا بليد بليز بليز, يعني بس تفهموا الشيء الطريقه المصنوعه من المبارد رح تعرفوا تتعاملوا معها اكثر ورح تقدروا تحموها اكثر. want to make it fast and safe, reciprocate. بتمنى تكونوا استفدتوا, وبتمنى تكون يعني ما تكونوا مليتوا اذا في شيء نظري زياده, بس هو الكونسبت شوي صغيره مظلوم او شوي صغيره خلينا نقول ناس ما كثير بتعرفوه. واي ثينك انه ذا ويل از رانينج انتو ريسيبروكيشن. سو هاف ا جود داي, وان شاء الله يكون يومكم حلو, وشكرا كثير انكم سمعتوني وبس هيك. باي.